يشرفنا الآن من القاهرة الأستاذ علي السيد الكاتب الصحفي المصري. مرحبا بك أستاذ علي. قل لي أولا، حين تستمع إلى نتنياهو وهو يتبجح قائلا إن إسرائيل لديها من القنابل ما يكفيها لتنفيذ مخططاتها في رفح، هذا ردا على ما قام به الرئيس الأمريكي جو بايدن من إيقاف شحنة من القنابل التي كان من المقصود بها أن تقلب رفح رأسا على عقب وأن تتسبب في مذبحة كبرى ضمن هذا المعتزل الذي يحاصره الإسرائيليون من كل جانب. كيف يمكن لإنسان طبيعي أن يدرك ويفهم كل هذه القسوة عند نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية؟ هم يخططون لمذبحة مرعبة بدأت فصولها يا أستاذ علي، كيف يمكن أن نفهم ذلك إنسانيا يا سيدي؟ الخير يا أستاذ محمد، الحقيقة أنه هذا نهج الصهيونية. الصهيونية أهدافها الأساسية هي الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. تنظيم الصهيوني لم يعترف يوما بأن هذه الأرض لها شعب، لم يعترف يوما بوجودهم، وكل قيادات الصهيونية التاريخيين كان لديهم إصرار وعناد بالغ في ضرورة طرد الفلسطينيين من أراضيهم أو مواجهتهم بأعتى أنواع الأسلحة. نتنياهو بيمتلك ترسانة قوية جدا، هو كان لديه هذا النوع من القنابل الفتاكة والمدمرة زي ما حضرتك ذكرت، لأنها الحقيقة يعني قنابل لا تصلح أبدا للتعامل مع مناطق مكتظة بالسكان أو حتى مناطق فيها عدد من السكان مش بالضرورة يعني كما ترى في رفح، إنما هي قنابل في الأساس صممت لضرب الخنادق الجبلية ولضرب المناطق الوعرة والمناطق الصعبة، وبالتالي ستفتت كل من هو موجود على ظهر منطقة رفح. الحقيقة أنه الحكومة الحالية تمثل الصهيونية في يعني صورة واضحة جدا لعمليات القتل والإبادة الجماعية اللي متمثلة في كل القيادات اللي تحدثوا وكتبوا، ده موجود في كتبهم وموجود في مقالات كثيرة جدا نشرت عبر التاريخ. وبن جوريون قال سنقول للعرب اخرجوا وارحلوا من هنا وإن لم يفعلوا فسنقتلهم، كلام واضح يعني، وقالوا حتى قبل تأسيس الدولة في كثير من المذكرات. قال وايزمان في كتاب التجربة والخطأ اللي هو مذكراته، وانه في سنة 25 لما سئل عن الفلسطين قال وما شأني بالفلسطين، فليذهبوا الى الصحراء التي جاءوا منها. وبالتالي الحكومة لا يعنيها الشعب الفلسطيني ولا يعنيها حقوق الشعب الفلسطيني، والهدف الاساسي من هذه الحرب منذ ان بدأت هو التهجير. ولولا انه كان في عقبة كأود وقفت امامه وهي مصر كان هذا المخطط نفذ يعني في اول بدايات الحرب، لأنه إسرائيل بدأت الحرب من الشمال إلى الجنوب والناس لم تخرج يعني بالطريقة اللي كان يريدها نتنياهو وحكومته، وكانوا الرغبة عارمة لديهم وكانوا متوقعين أنه الناس ستعبر إلى مصر، لكن مصر حددت أنه ده خط أحمر وكمان الفلسطينيين تمسكوا بأراضيهم، وبالتالي هو ليس لديه لا منطق إنساني ولا منطق قانوني، ولم يعترفوا يوما لا بقانون دولي ولا بقرار أممي صادر من الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا بغيره. دولة ليس لها حدود معينة، دولة تسعى دائما وأبدا إلى سفك الدماء وإبادة الآخر، دولة قائمة على أفكار عنصرية بالأساس، فكرة شعب الله المختارية فكرة من الأصل فكرة عنصرية، وفكرة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض فكرة وهمية جدا يعني، لكن هم بيتبعوا كل هذه الأساطير ومصرين عليها.